مطبق الحلب الفلاحي التراثي التقليدي من وصفات الحلب اللي كتير بحبها وأطيب من الهريسة. أكيد رح تستغربوها شوي ولكن كتير طعمها طيب. بالبداية بدي أحضر العجينة، كيلو من الطحين، هحط عليها 5 معالق كبيرة من حليب البودرة، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، ونص كوب من زيت الزيتون. رح أعجنها بالمي الدافية. بعد ما عجنتها رح أفرد وجهها أو أدهن وجهها بزيت الزيتون وأتركها تخمر لمدة ساعة. بعدين منقطعها حسب قدي بدنا حجم القرص تاع الحلبة، ومنحضر الحشوة. كيلو من البصل اللي أنا مقليته بزيت الزيتون، كوب من الحلبة اللي بكون طبعا نقعتها قبل بليلة بعدين سالقتها، نص كوب من السماق وطبعا اختياري، ومعلقة كبيرة من الملح. فردت العجينة كتير منيح، بعدين بلشت أطبقها، حطيت جزء من الحشوة، رجعت حطيت جزء تاني، وبعد هيك بتركها ترتاح بعد ما أطبقها كمان ربع ساعة، بعدين بفردها لتصير رقيقة وبدخلها على الفرن على حرارة 200. إذا رح تجربوها رح تدعولي، واللي ما بحب الحلبة رح يصير يحبها.